برحب بحضراتكم مرة تانية. وطبعا عندنا كلام كتير عن الأهلي في عهد موسيماني والفترة دي شكلها إزاي طبعا مع موسيماني وطبعا منتخب مصر بعد الإعلان عن القائمة النهائية طبعا ومباراتي توجو المهمين جدا ومحتاجين جدا ان احنا نكسبهم. كل ده طبعا مع كابتن الملاعب والتحليل نجم التحليل طبعا كابتن عادل مصطفى. منورني يا كابتن. اهلا بيك يا ساره، مبسوط انا موجود معاكي وان شاء الله تبقى حلقه حلوه. دايما بنبقى مبسوطين بتحليلك وبتمتعنا وبنتعلم منك كتير طبعا يا كابتن عادل. ربنا يخليك، ده شرف ليا طبعا، وموجود في قناه بيتي وباخد حريتي، اخدت مساحه كافيه ان انا اتكلم والحمد لله يعني في مردود طيب وبحمد ربنا يعني. قبل ما ندخل على الاهلي كنت لسه بقول لك انه صلاح جاب جون من ضربه جزاء ماتش ليفربول ومانشستر سيتي. كنت بقول لك شكلك بتشجع مانشستر سيتي. لا مشجع ليفربول، مشجع ليفربول ومباراه مهمه جدا لليفربول ان هو يبعد عن السيتي المنافس التقليدي اللي بقاله فتره طويله، المرشح رقم واحد للدوري الانجليزي وهو بيبقى السيتي. فانت مباراه النهارده هتبعده 7 نقاط عن السيتي، بتبقى هتدي افضليه ليه طول الدوري. السيتي مش في احسن حاله ولكن ال7 نقاط هيبقى فيه اريحيه شويه، طبعا في منافسين تانيين كتير ولكن النفس الاخير شويه بيبقى عند السيتي وليفربول، هم اللي عندهم الكواليتي اللعيبه اللي تقدر تخليهم يكملوا لغايه النهايه. فهي المنافسه الحقيقيه، حتى مش لو ليفربول وسيتي مش هم اللي راكبين الجدول، ولكن في الاخر هتلاقي ان ليفربول وسيتي هم اللي بيقربوا في الاخر، هم اللي السباق في الاخر الاسابيع هم هتبقى بينهم. ولكن ال7 نقاط دول هيفرقوا جدا. كمان ليفربول السيتي لسه عنده مباراه مؤجله، يعني ليفربول لعب 8 السيتي لعب 7، فحتى لو كسبها الفريق ب4 نقاط، ال4 نقاط برضو كتيره بين السيتي وليفربول. فنتمنى ان ليفربول يفضل مكمل ونجمنا محمد صلاح يفضل مكمل على نفس المستوى، النهارده سجل هدف ويا رب كده نشوف اخر الدوري يبقى هو يعني هداف البريمير ليج يعني. طبعا بنتمنى ده. ويمكن يا كابتن عادل كل يوم انا واحمد لما بتيجي سيره ليفربول ومان سيتي بنتكلم على ان انا بحب قد ايه يورجن كلوب وبشوفه مدرب كبير قوي، وطبعا احمد بيتفق في ده، ولكن هو بالنسبه له بيب جوارديولا الاعظم. انت من انهي مدرسه، جوارديولا ولا كلوب؟ يعني ممكن نقول ان كلوب شويه شبه في الحته النفسيه دي شبه موسيماني مثلا. لا كلوب هما مدرستين مختلفتين. يعني جوارديولا نجح ان يبقى عنده فلسفه والناس تقدر تشتغل عليها، كلوب مختلف يعني صعب ان ناس كتير تبقى جوارديولا. جوارديولا مدرب ناجح ويعني يعني مدرب كبير وممكن قعد فتره طويله وهو من احسن مدربي العالم، ولكن الواقعيه اكتر عند كلوب. الواقعيه وان هو يقدر يشتغل بيها مع كذا فريق، مش فلسفه واضحه، هو بيقدر يبني فريق كويس، بيقدر يكون فريق كويس ودي حاجه مهمه جدا. عناصر مختلفه ما بين السرعات وما بين المهاره وما بين التاكتكس كويس. فكلوب بالنسبه لي انا كلوب الافضل دلوقتي. ممكن كلوب اخر سنتين هو الافضل، لعب فاينل قدام ريال مدريد وخسر، وبعد كده الفاينل الثاني رجع خد الشامبيونز ليج، خسر بطوله الدوري بفارق نقطه، بعد كده رجع اخد بطوله الدوري. فبالنسبه لي هو اخر سنتين ثلاثه هو كلوب هو رقم واحد. الواقعيه هو بالنسبه لي برضو كلوب هو اللي بيشتغل بواقعيه اكتر، بيتعامل مع اللعيبه بشكل نفسيا كويس، علاقته باللعيبه كويسه جدا جدا، وده برضو يرجع للاستقرار ان كلوب برضو يعني عدد السنين اللي قضاها في ليفربول كبيره، عنده مشروع بيشتغل عليه قدر ينجح فيه ولا زال ليفربول مع بايرن هم احسن فرقتين في العالم، اكتر فرقتين متكاملتين في العالم. ليفربول في منطقه مختلفه عن كل فرق العالم كلها، وده طبعا بفضل يرجع لكلوب. فانا بالنسبه لي كلوب هو الواقعيه. جوارديولا اي حد عايز يتعلم حاجات ليها علاقه يعني ببنيه الهجمه، بالحاجات اللي فيها فلسفه في الكوره كتير، جوارديولا هو اللي تاخد من جوارديولا. لكن كلوب لا، كلوب عنده تفاصيل تانية غير التاكتكس بس. فدي انا بالنسبه لي كلوب هو متفقين المتصدر دلوقتي يعني. ده متفقين في دي. طيب لما نتكلم على الحته النفسيه اللي بيتميز بيها يورجن كلوب، لما باجي اقول على موسيماني بقى وقد ايه الحته دي بانت قوي بدري، يعني لما بنتكلم يا كابتن عادل انه مباراه امبي او المباراه لموسيماني في الدوري مع النادي الاهلي كان باين قوي تطور على اللعيبه، زي ما بنقول انه باين قوي ان ده تطور نفسي قبل اي حاجه، يعني اللعيبه دي ظهرت بشكل كويس قوي، الراجل عرف يتعامل معاهم نفسيا من اول يوم. شفت الموضوع ده ازاي؟ هو طبعا خلينا نتفق ان النادي الاهلي يعني اي حد في قاره افريقيا بيحلم ان هو يدرب النادي الاهلي.
فان تيجي فرصه لموسيماني وفرصه صعبه، خلي بالك فرصه مش سهله، حاجه مش سهله طبعا. والوقت هو شاف الفرقه قبل كده، شاف الفرقه كتير وهو بيلعب النادي الاهلي قبل كده، وكسب وخسر ماتشات، يعني موجود في القاره، يعني مش حد بعيد، يعني مش هجيب حد من اوروبا لسه هيقعد يدرس الفرقه وان هو يشوف اللعيبه وشويه اللعيبه الافارقه، اذا كان بقى شمال افريقيا او 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 او, أو جنوب افريقيا، ليهم طريقه مختلفه شويه في التعامل. مش زي اوروبا، هم شويه احنا ميالين شويه لامريكا اللاتينيه زي البرازيل والارجنتين طبعا، مع فرق الكواليتي، زي البرتغال، زي اسبانيا من اوروبا، دول بالذات يعني كواليتي بتبقى كواليتي بتاعت اللعيبه مختلفه، يعني في الاتجاه ده اللعيبه شويه بتبقى محتاجه نفس التعامل. لو جينا بصينا نفس للناس اللي نجحت في مصر كتير، هتلاقي معظمهم برتغاليين برازيليين، هم دول اكتر ناس نجحوا في مصر. كان في مدرسه الالمانيه في الاول التسعينات دي كانت ناجحه برضو، وفي اخر الثمانينات كان فيها نجاح، ولكن ما بعد ذلك المدارس البرتغال البرازيل مع الاهلي مع الزمالك مع مع مع, مع كل الانديه، تلاقي ان هم دول اللي بينجحوا اكتر. الطبيعه متشابهه شويه زي ما اتفقنا مع فرق الكواليتي، ولكن الطبيعه واحده، طبيعه ان الناس شعب بيحب الكوره وشعب دايما ميال للكوره، فالطبيعه واحده. موسيماني قدر يدخل بسرعه في الفرقه، ان معاه فرقه كويسه، معاه عناصر كويسه جدا. كان عنده، انا بالنسبه لي هو كان محظوظ ان هو جه في وقت كان في مدرب مش مركز، فهو جه في وقت لما ركز تركيز شويه 40-50%، فبان الشكل على الفرقه. عايز تقولي حاجه؟ كنت عايزه اقول لك، لو وقفنا عند الحته دي بقى، انه هو كل الظروف هي بالنسبه لفايلر في الفتره الاخيره وموسيماني، ايه من وجهه نظرك الاختلاف؟ يعني دلوقتي احنا بنشوف مع موسيماني في تطور فنيا كمان بالنسبه للفريق على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، في دلوقتي استحواذ بشكل كبير، في الفريق بيطلع على المرمى بشكل اكبر. كل ده اختلافات حصلت، واكتر كمان حضرتك هتقول لنا عليها اكتر. شايف الاختلافات دي كانت ازاي، حصلت ازاي؟ الاختلافات ليها كذا نقطه نقدر نتكلم فيها. اولا المدرسه، مدرسه فايلر وموسيماني مدارس مختلفه. مدرسه كرة، يعني كرة شوية بتتمتع بالمهارة، كرة جنوب أفريقيا، لو اتفرجت حضرتك على كل أندية جنوب أفريقيا هتلاقيهم بيلعبوا كرة كويسة، في سرعة في الأداء، في مهارة، فده شوية مناسب لينا شوية. المهارة اللعيب المصري شوية بيحتاج، بيبقى عايز حتة زي دي تتساب له يتحرك فيها. فايلر مدرسة مختلفة، فايلر منظم، لعب بيلعب لعب مباشر، ممكن يكون التفاصيل عنده قليلة شوية، موسيماني عنده تفاصيل أكتر اشتغل عليها. فالمدرستين مختلفتين، فالطبيعي حتى لو الاثنين ناجحين ما نقدرش ننكر نجاح فايلر في البدايه، ولكن حتى النجاح اللي كان في البدايه الارقام مش يعني غير موسيماني. ارقام فايلر في البدايه ليها علاقه باللعب الطويل شويه، كان في لعب طويل كتير، لعب مباشر كتير، الاستحواذ كان كتير ولكن كم الباصات كم التمريرات، يعني ممكن اعمل استحواذ ب 350 باص في المباراه تمريره، وممكن اعمل استحواذ ب 500 وحاجه، في فرق بين الاثنين، يعني في فرق كبير بين الاثنين في معدلات الجري، وفي حاجات كتير جدا في الكور البينيه اللي بتتلعب في المباراه. لما عدد التمريرات بيزيد، فطبيعي التمريرات البينيه المهمه، الحاجات اللي فيها مفاتيح الباص او الحاجات اللي فيها الاسيست كمان بتزيد اكتر. فده كان فارق برده بين موسيماني لصالح موسيماني. فايلر كان لعبه شويه مباشر. الفترة الأخيرة لفايلر كان بعد الكورونا، هو دماغه ما كانش بنفس التركيز اللي كان موجود قبل الكورونا، دماغه انشغلت شوية، هو كان ممكن يكون قلقان عشان أسرته. فبرضه لما تلاقي حد حابب قوي إنه يبقى موجود، غير لما هيديك انطباع أحسن، غير لما يكون حد موجود بس هو مش يعني حاسس إن في حاجة ناقص، حاسس إن هو مش مبسوط قوي، حاسس إن هو في حاجة ناقصاه، الامور دي مختلفه. يعني حتى لو انا 8 من 10 وحياتك 10 من 10 وانت مش مركزه وانا مركز، هتلاقيني انا عديت، هتلاقيني انا وصلت لمرحله اعلى منك. فده اللي موسيماني كان محظوظ فيه شويه، ان هو جه بعد فتره ما كانش فيها تركيز قوي من المدير الفني، كان فايلر ما كانش فيه تركيز باحسن باكتر جهد عنده. فلما جه اشتغل في شغل بان، رجع شويه هويه النادي الاهلي في الحته اللي احنا متعودين عليها، الاستحواذ بعدد تمريرات كتيره، مش استحواذ بس. طب انا حابه ان حضرتك تقرا لي الاستاتستكس الاحصائيات بتاعت موسيماني، فطبعا مع النادي الاهلي فنيا، يعني لو بنتكلم على انه لعب 6 مباريات وقدر ان هو يكسب 5 مباريات، اتهزم في ولا مباراه، تعادل في مباراه واحده بس، ولي 12 وعليه 1. معدل بقى نسبه الاستحواذ 52%، وصل ل 61 خلال مباراة المقاولين، و56 في مباراة انبي،
معدل التمريرات الصحيحة 460 مزبوط. وصل لأعلى معدل تمريرات صحيحة 568 خلال مباراة طلائع الجيش، ونسبة التمريرات الصحيحة 87%، وأعلى معدل ليه كان 89% خلال مباراة طلائع الجيش. المعدلات دي كلها لو جينا قارناها بفايلر هتلاقيها أعلى في كل حاجة. ممكن تلاقي الأهداف متساوية، ممكن تلاقي النقاط متساوية، ويمكن كمان كان فايلر في بدايته كان كم النقاط في الدور الاول اعلى من كم النقاط في الدور الثاني، ولكن في حاجات اللي هي ليها علاقه بالاستحواذ، ليها علاقه بالتمريرات الصحيحه، الحاجات دي كلها زادت. بس انا هقف عند حته، يعني نقطه مهمه جدا الناس ممكن شويه ممكن تعدي عليهم، دي اللي بتبين لك فلسفه المدير الفني. هو بيشتغل على ايه؟ مباراه طلائع الجيش، مباراه طلائع الجيش لو حضرتك تفتكري كان في 8 في الملعب مش من الاساسيين، وكان في لعيبه صغيره موجوده، وكان في لعيبه بقالها كتير ما بتلعبش. ادوا بنفس الطريقه اللي او نفس الفلسفه اللي كانت موجوده في المباراه الخمسه اللي قبل كده. فبالتالي ده يوريكي فلسفه المدير الفني، ان هو انا بشتغل على ده وان كله بينفذ. في شخصيه قويه حددت ان هو ده هيتعمل وبيتعمل، وده باين جدا ان الارقام بتزيد. ولكن مباراه طلائع الجيش بشكل خاص هي مختلفه، لان اللعيبه اللي موجوده مش هم العشرة، مش الفول تيم اللي لعب مباراتين الوداد، مش هم اللي لعبوا مباراه ام بي، مش هم اللي لعبوا مباراه بيراميدز، ومع ذلك نفس طريقه اللعب، نفس الارقام، بل الارقام كمان كانت زياده، ومع كمان الخصم مش قليل. فرقه الجيش فرقه كويسه، فرقه عندها عناصر كويسه، وكانوا بيلعبوا المباراه باريحيه، ان هم ما عندهمش حاجه، كان مراكز الهبوط كمان اتحددت، فبالنسبه لهم ما عندهمش مشكله، كان عندهم اريحيه تماما. في حاجات اتعملت، يعني الهدف المبكر في مباراه الجيش هو هو الهدف المبكر في مباراه الوداد، هو الهدف المبكر في مباراه الوداد اللي قبلها، باشخاص مختلفه. اذا فانت بتتعاملي مع عقليه قدرت توصل للجميع نفس نفس انا عايز ده، عايز اشتغل على ده، وده واللعيبه اشتغلت عليه. فدي برده نقطه مهمه تحسب لموسيماني. في حاجات كتير جوه الملعب بقى ليها شكل مختلف، الادوار الدفاعيه الاجنحه بقت شكلها مختلف. كان عندنا مشاكل دفاعيه كتير، يعني برضو الناس احنا اتكلمنا في نقطه الاستحواذ، ده الجانب الهجومي، نقطه الاستحواذ، نقطه التمريرات الصحيحه، نقطه ان التمريرات البينيه، ده كل ده بالشيب الهجومي للفريق. طب الشيب الدفاعي عامل ازاي؟ الشيب الدفاعي النادي الاهلي كان عنده مشاكل في الفتره بتاعت فايلر، ان في حاجات كتير جدا بتتلعب في خط الظهر، الحاجات الكره الطويله كلها كانت معظمها كانت بتبقى خطر. لو جيت مسكت بعد موسيماني الاخطاء دي قلت بالتدريج، يعني مباراه امبي غير مباراه المقاولين غير مباراه بيراميدز، مباراه بيراميدز كمان لعبنا اكتر من 60 دقيقه بنلعب ناقصين وكم الفرص عليكي قليله، وبيراميدز فرقه من الفرق من الفرق اللي عندها كواليتي لعيبه عاليه، يعني زي الاهلي والزمالك. فانك تقدري تخبي الاخطاء دي حاجه برده مش سهله. الناس بتتكلم، ممكن اتكلم ان انا اعمل شيب هجومي كويس، اقدر اعمل استحواذ كويس، ولكن لما اجي اعمل المعادله دي في كمان ان انا اقدر اخبي كمان اخطائي الدفاعيه بسرعه، اقدر اقنع الاجنحه بتاعتي اللي هم طول الوقت بيهاجموا ان هم يبقى موجودين في مباراتين الوداد ومباراه بيراميدز اللي بنلعب فيها ناقصين، ومباراه الجيش، وكل مباراه ان هم طول الوقت تحت الكوره وطول الوقت بيأدوا الواجب الدفاعي بشكل كويس. اذا فلا، في عقليه قدرت توصل اللعيبه في وقت قليل جدا، وده صعب جدا، مش حاجه سهله في الكوره انك تدخل المرحله دي بفكر مدرب وتقدر تنفذه. ممكن انفذه على الجانب الدفاعي، وممكن مدرب يشتغل الجانب الدفاعي، يبدا يعمل شيب دفاعي للفرقه الاول، وبعد كده يبدا يبني حاجه تانية. هو نجح انه يعمل حاجتين في وقت واحد. اكيد انا بالنسبه لي تقييم المدرب لازم ياخد وقت، لكن انا موسيماني تقييمه ليه، انا تقييمي لموسيماني جيك كان سريع، لان هو دخل في حقبه مباريات كتيره صعبه وتعامل معاها بشكل كويس. فانا بالنسبه لي فنيا اقدر اقيمه. اكيد لسه عندنا احصائيات كتير وقراءه فيها كمان يا كابتن عادل، ولكن بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مره ثانيه، ولسه منورني نجم التحليل كابتن عادل مصطفى. يا كابتن، كنت عايزه اروح معاك لفكره، في رابط بيجمع بين موسيماني وجوزيه، مش بس في حته العشق المبكر من جماهير النادي الاهلي لموسيماني وجوزيه، ولكن في اهتمام بالتفاصيل، تفاصيل المباريات. يعني انا فاكره لما حضرتك كنت معايا في اول حلقه ليا في البرنامج وقلت لي انه فكره ماتش ريال مدريد ومستر جوزيه لما قال لك انك لو لعبت على مكاليلي مان تو مان ووقفته انت كده خلاص احنا كسبنا ماتش ريال مدريد. دي حقيقة. وحصل انه كان في طبعا منك تألق كبير جدا في مباراة ريال مدريد. هل ممكن نقول انه في تشابه بين المدربين في حاجة زي دي، في الاهتمام بتفاصيل المباريات والتفكير بالشكل ده؟ ممكن، زي ما اتفقنا في البداية، زي ما قلنا في بداية الكلام، من مدرسة افريقيا، شمال افريقيا وجنوب افريقيا،
جنوب افريقيا كدوله بالذات ان هم بيحبوا الكوره وشويه متشابهين زينا في الكوره، يعني متشابهين في حبنا للكوره وفي طريقه الاداء. اتفقنا ان البرازيل والبرتغال واسبانيا والارجنتين، يعني الدول دي يعني طريقتهم في التعامل مع الكره شويه قريبه مننا مع اختلاف الفروقات الفرديه، ولكن العقليات شويه قريبه. يعني حتى لما يعني معظم الدول منتخبات افريقيا بتروح للمدارس دي، المدارس اللي هي قريبه منها، مدارس البرتغال ومدارس البرازيل، هتلاقي مدربين كتير اشتغلوا بارجنتين اسبانيا، هتلاقي ان مدارس كتير بتحب ده، مدارس اللي كمان الفرقه اللي بتحب الكوره، المنتخبات اللي بتحب الكوره. فموسيماني وجوزيه، مش عايز اظلم موسيماني عشان يعني المقارنه ظالمه تماما. موسيماني لسه يعني خلينا نتكلم برضو فير، يعني موسيماني لسه ما حققش حاجه مع النادي الاهلي، هو حقق اداء كويس ونتائج كويسه في فتره زمنيه قليله، ولكن هو لسه ما اخدش بطوله، لسه ما عملش حاجه مع الاهلي، ولكن ممكن يكون في حاجه من ريحته شويه، في حاجه في طريقه التعامل مع فرق الشخصيه. طبعا جوزيه شخصيه جباره، شخصيه لا تقارن، شخصيه قويه جدا. وجوزيه كمان عمل نفسه سي في كبير في مصر ما قدرش يحققه في حته ثانيه غير مصر. يعني حتى لما راح السعوديه مع الاتحاد وراح سافر ايران وسافر انجولا ومسك منتخب انجولا، ما اداش نفس ده في النادي الاهلي، ده ما يقللش منه، ولكن هي كوره كده. الكوره ممكن تلاقي لقطه كويسه جدا في 3 4 سنين مع فريق بتأدي بشكل كويس جدا، ما تقدرش تحقق ده في ثاني، وفعلا صعب انك اللي هو حققه مع النادي الاهلي يحققه مع حد ثاني. موسيماني لسه عنده اول، مش هقول اختبار، لكن اول فرصه ليه ان هو يقدر ياخد بطوله ان شاء الله، بطوله افريقيا. وان شاء الله انا على المستوى الشخصي متعاطف معاه ونفسي ياخد البطوله. انا يعني حابب الشخصيه وحابب طريقه التعامل مع اللعيبه، ومتعاطف معاه ان هو كمان في تواضع شويه في التعامل، عكس شويه ان كان في فايدر، كان في شويه عجرفه شويه في التعامل حتى مع الصحفيين. حتى يعني مش عايزه يعني ادخل في الحته دي قوي، لكن انا شايف الفرق ان انا بحب المدربين كده، المدربين عنده شخصيه قويه، بيعرف التفاصيل اللي لعبته وفي نفس الوقت متواضع. ودي حاجه مش سهله تتعمل. بيعرف يتعامل مع الاعلام الى حد ما بشكل كويس جدا، ذكي، ولكن برضو مش عايزين نبقى ان احنا يعني ندي الموضوع اكبر من حجمه قوي، الا كمان محتاج بطوله، محتاج تاخد بطوله وبطوله كمان عشان تقدر تروح. تتوقع ان ده هيحصل، ان احنا في يوم من الايام هنقول انه موسيماني عمل سي في قوي مع النادي الاهلي ونتكلم زي ما بنتكلم على جوزيه وقد ايه عمل يعني انجازات رائعه مع النادي الاهلي. النادي الاهلي اي حد، اي مدرب ذكي لو قدر يستغل وجوده في النادي الاهلي بتركيز عالي يقدر يعمل انجازات كتير. النادي الاهلي لما نقول السنين العجاف في النادي الاهلي، سنين العجاف في النادي الاهلي من 2000 ل 2004 ما اخدش فيهم بطوله الدوري، اخد فيهم بقى كام بطوله؟ اخد دوري ابطال افريقيا، اخد كاس سوبر افريقي، اخد 2 سوبر مصري، اخد 2 سوبر مصري، اخد 2 كاس مصر. ده دي الفتره العجاف، يعني اللي ما كانش فيها دوري. يعني بتتكلمي في ارقام مرعبه برضو. فالمدرب الذكي اللي يقدر يجي النادي الاهلي ويقدر يشغل وقته كله بان هو يقدر يعمل حاجه مع النادي الاهلي، اختيارات صحيحه، يقدر يبني فرقه قويه معاه، اداره ما بتتدخلش في اي حاجه، وده نادرا لما بيحصل. لما تلاقي فرقه كبيره الاداره ما بتتدخلش في حاجه، انت المدير الفني اللي بيطلبه بيجيبه، حتى الاداريين اللي موجودين ما لهمش اي علاقه بالحاجات الفنيه، كل واحد بيشتغل شغلته. ودي حاجه برضو، حاجه من الحاجات اللي منجح النادي الاهلي. فالمدرب اللي يجي ما يقدرش يستثمر ده يبقى مش هقول عليه يعني مش ذكي كفايه ان هو يقدر، ما يقدرش يستثمر ده. كل اللي جم ممكن يكون الظروف ما كانتش مساعداهم. فايدر كان عنده فرصة ذهبية انه يقدر يعمل ده، ان هو كان في البداية كان محبوب جدا من الجمهور والناس كلها كانت شايفة ان هو بيأدي بشكل كويس، كان يتوج ببطولة وكان يقدر يدخل في حاجات، يعني كان هيبدأ يدخل في مرحلة كويسة جدا، ولكن هو اختار موسيماني. اعتقد ممكن يبقى عنده ده، ليه لا؟ النادي الاهلي فريق كبير، بإدارة، بجمهور، عندك كل مقومات النجاح انك تقدر تشتغل بشكل كويس، تقدر يعني تجني بطولات، تحسب بطولات. فانا شايف ان هو عنده فرصة دي. اعتقد بطوله افريقيا لو النادي الاهلي ان شاء الله اخدها مع موسيماني هينقل نقله تانية كمان كويسه. طبعا. هيبقى في تدعيمات، في تدعيمات كمان، هتلاقي تدعيمات الحاجات النواقص. طبعا الفرقه كويسه جدا، ولكن في حاجات تزود الفريق كمان، تدخله في مستوى اعلى. وهيبدا يشتغل عليه. ف
فاتمنى ان بطوله افريقيا دي على مستوى النادي الاهلي طبعا بيتي ان انا بطوله النادي الاهلي ياخد البطوله، وعلى مستوى الشخصي الموسيماني انا بتمنى له التوفيق ان هو ياخد البطوله ويبني مستقبل في مصر كويس، ويبني حاجه كويسه جزء حتى من جزئين، جزئين صعب، جزئين صعب حد يقدر يعني يضرب ارقامه، مفيش حاجه مستحيله ولكن صعب. انت تكلمي في 8 9 سنين من 2001 خرج سنه ورجع تاني لغايه 2009 8 سنين عمل فيهم كام بطولات مرعبه. يعني كنا بنتكلم على الفرق بين حضرتك، قلت الفرق بين موسيماني وفايلر على المستوى الشخصي فيه شويه عجرفه من فايلر، موسيماني فيه تواضع وده صعب يتحقق. شايف ان تعامل موسيماني مع اللعيبه مختلف ازاي عن تعامل فايلر مع اللعيبه على المستوى الشخصي والنفسي؟ على المستوى الشخصي الاثنين شخصيات قويه، اثنين شخصيات قويه، ولكن انا ممكن ابقى شخصيه قويه ابقى طف قوي، ممكن الناس ما تبقاش قريبه مني قوي، بس انا شخصيه قويه وقادر اسيطر على المجموعه. وممكن برضه ابقى شخصيه قويه بس شويه في روح الجماعه الموجوده في المجموعه، وده اللي موجود مع موسيماني. ما نقدرش ننكر دور فايلر في ان هو كان مسيطر على المجموعه صعبه برضه، صعب ان النجوم ان حد يسيطر عليهم، ودي حاجه هتحسب له مش حاجه عليه، بس انا ممكن اسيطر عليهم بطرق، ممكن في يعني تنفر مني، وممكن ان انا اسيطر عليهم بحب وود، وفي نفس الوقت الشخصيه القويه موجوده، ودي المعادله الصعبه. في مدربين بيداروا ورا الشخصيه القويه ان هو ما بيتعاملش مع اللعيبه كتير عشان ما يروحش الحته هو مش عارف يتعامل فيها. الاصعب اللي هو بيعمله موسيماني ده بيفرق قد ايه مع اللعيبه يا كابتن؟ ده بيفرق كتير جدا، بيفرق كتير جدا بالذات مع لعيبته، مع اللعيبه اللي بتحب الكوره، اللعيبه المهاريه، اللعيبه اللي عندها، خلينا نتفق ان ان الافارقه والعرب لازم يبقى ليهم متنفس، ما ينفعش طول الوقت تديله تعليمات، تديله تعليمات، لازم يبقى فيه متنفس يقدر يشتغل فيه. المتنفس ده في اطار المنظومه، يعني مش هتديله حاجه خارجه، يعني مش هتديله حاجه ان هو يعمل حاجه بره المنظومه، لكن تديله حته يقدر يتحرك فيها. ما يبقاش طول الوقت تعليمات، ما يبقاش طول الوقت ان انا عايز خطتي بس خطتي بس طول الوقت، لا، في حته لازم هو يتحرك فيها، وده اللي موسيماني عمله مع اد، عمل الشكل الخططي كويس جدا الدفاعي والهجومي، وفي نفس الوقت ادى كوره كويسه ما كانتش موجوده بقى لها فتره. شخصيه الاهلي انا شايف شخصيه الاهلي كان بقى لها فتره مش موجوده، اللي موجوده دلوقتي بغض النظر عن البطولات موجوده ولا لا، انا برضو احنا طبعا طول الوقت بنطلع بطولات، ولكن في حاجات بتديك مردود. وخلينا برضو نتفق ان موسيماني جه في وقت ما اقدرش احكم عليه ان هو ياخد بطوله ولا لا، يعني لو لا قدر الله عنده اخفاق في البطوله، هو جاي في وقت ما اشتغلش في كل حاجه برضو، يعني احنا هو ادى بشكل كويس، ولكن هو برضو عنده حاجات مش هو اللي مختارها. فدي برضو حاجه من النقط اللي لازم نحط عليها تحت يعني 100 خط. اكيد هو يعني الضغوط النفسيه عليه اقل من ان لو فايلر كمل، ودي احيانا بتنجح لما يكون في الضغوط اقل شويه في ان انا في الحساب، ان انت مش المسؤوليه كلها مش عندك، ساعات بترفع عنك الضغط شويه، بتشتغل براحتك. فاعتقد ده هيبقى عامل مساعد للموسيماني. ولا فكره ان انا جاي في وقت حاسم ومضغوط ومباريات مضغوطه ومحتاج مني ان انا احقق هدف، دي بالعكس تخلي عليا ضغط اكتر، تخلي عليه ضغط اكتر لو هو ما اداش المردود الجيد بتاع الاداء. هو ادى مردود جيد في الاداء، ود عمل شكل كويس في المباريات اللي اتعملت، فاديت لك صوره ان عندنا مدرب كويس، ان في مدرب كويس، ده مدرب ناجح وعمل مباريات مش صغيره. لما تلعب بيراميدز وانت يعني اكتر من 60 دقيقه وانت ناقص، وتقدر تعمل معاهم نتيجه ايجابيه وشكل واداء كويس، وانت عندك كم فرص اعلى كمان من بيراميدز، فدي نقطه كويسه. تكسب الوداد في الوداد نقطه برده مش قليله طبعا. تكسب الوداد في القاهره برقم كبير برضه مش قليله، يديك مردود ان في حد بيشتغل. ولكن هو لسه ما خدش الوقت الكافي ان هو يقدر يحط كل بصماته، وده جزء من تصريحاته ان هو لسه برضه ما عملش حاجه، ودي حقيقه، هو لسه ما عملش حاجه، لان في عناصر لو اتضافت للمجموعه هتدي مردود احسن. بس لما تضاف العناصر للمجموعه وانت عندي بطوله، غير لما تدخل وانا خسران، هي دي بقى نقطه برضه. لما يبقى عندي رصيد من البدايه، لما انا ادخل مكان عندي رصيد كبير، عندي رصيد ان انا عندي بطوله بشتغل ببني عليها، شويه بترفع الضغط ان انا هعرف اشتغل كويس. غير لما تدخل حتى لو بتادي كويس، غير لما تدخل بفقدان بطوله، لو فقدت بطوله او خسرت مباريات مهمه، شويه بتخلي تركيز، بتخلي دماغك شغاله ان انا عايز اعمل احسن عشان امحي اللي فات. لكن هو دلوقتي ان شاء الله يكسب البطوله الجايه، يبني عليها ويعمل تاريخ كويس. فانا شايف ان هو لا يعني عنده فرصه كويسه، بس هو انا شايف الضغوط عليه اقل بكتير من اي حد كان هيبقى موجود او حد مكمل. يعني الضغوط اللي كانت هتبقى موجوده على اي حد كان هيجي يمسك الفرقه دلوقتي
هو عايز ياخد بطوله ولكن هو الحساب عليه مش الحساب الناس هتحاسبه برده مش بشكل كافي يعني مش بصوره كامله. قبل ما نروح لاحصائيات موسيماني فايلر في الحته النفسيه دي، شايف انه في لعيبه بعينها اتظلمت من الناحيه دي مع فايلر وبانت قوي مع موسيماني، شموا نفسهم لما موسيماني جه؟ بصي حته اتظلمت يعني هي يعني ممكن تبقى قاسيه شويه على فايلر تمام، لان هو مش قاصد اكيد، هو في واحد بيقدر يدي ده وفي واحد ما بيعرفش. بس في اسماء بعينها عندك؟ في طبعا قفشه قفشه ده مردود جيد جدا، جونيور اجايه ده مردود جيد جدا جدا، دول اكتر اتنين مستواهم عالي جدا في الفتره بتاعت موسيماني الاتنين دول بالذات. بقيه الفرقه بتادي بشكل كويس، مروان كمان ممكن يكون ادى بشكل كويس مع في الوقت اللي كان فيه موسيماني، اللعب بقى مناسب ليه شويه، طريقه اللعب بقت مناسبه ليه شويه. دول اللعيبه اللي هم تحس ان دول بان قوي عليهم بالذات، والاتنين مش قليلين. لو جيت حضرتك مثلا لو جيت حضرتك شفتي اخر وديانج، ديانج كان بيأدي بشكل كويس من بدايه السيزون. أوكي. يعني ديانج والسوليه من الناس اللي عندهم ثبات المستوى من اول الموسم. لكن لو حضرتك جيتي للاحصائيات في اخر خمس مباريات اللي لعبهم اجايه واللي لعبهم قفشه، هتلاقي ان هم تقاسموا رجل المباراه في حاجات كتير جدا. في احصائياتنا في الاستوديوهات بنطلع المقارنه ما بين اجايه وقفشه، ومؤخرا دخل مع وليد سليمان في مباراه الجيش. نيجي نشوف الاحسن رجل المباراه، هتلاقي ان واحد من الثلاثه هو رجل المباراه. ممكن يبقى قفشه، ممكن يبقى اجايه. فلا اجايه اختلف تماما، مستواه اختلف تماما مع موسيماني بسبب اسلوب اللعب. اسلوب اللعب في كوره كتير، اجايه مش لعيب عنده سرعات محتاج مساحات يلعب فيها، كان طول الوقت لعب مباشر. فاللعب المباشر ده بياخد شويه من لعيب الكوره، بياخد شويه من اللعيب المهاري. فبتلاقيه اختفى شويه. قفشه لعب وقت كتير جدا ما كانش في مكانه، كان بيلعب ناحيه اليمين. لما رجع مكانه تاني واخد ثقه بعد المباراه اللي ضيع فيها ضربه جزاء، يعني هو ضيع ضربه جزاء في مباراه بيراميدز وما كانش فيه مشكله خالص، وعمل شوط تاني حلو كمان في المباراه، والراجل دعمه وتعامل بشكل كويس واخده في حضنه. يعني في حاجات بتقدر تفوق اللعيبه، بالذات اللعيبه اللي هم المهاريين. فانا شايف ان قفشه واجايه هم اكتر اتنين استفادوا من وجود موسيماني. طيب انا هقول لحضرتك برضو مقارنه بين اداء فايلر وموسيماني خلال اخر اربع مباريات في الدوري، وبرضو تقراها لنا فنيا. لو هنتكلم على فايلر، هو لعب اربع مباريات طبعا، موسيماني اربعه. ريني فايلر قدر ان هو يفوز بمباراتين وموسيماني ثلاث مباريات، مفيش ولا هزيمه لاي حد فيهم. بالنسبه للتعادل ممكن نقول ريني فايلر اتعادل في مباراتين، موسيماني مباراه واحده بس. الاهداف اربع اهداف مع ريني فايلر، وطبعا سبع اهداف مع موسيماني، وما دخلش مرمانا ولا هدف مع الاثنين في اخر اربع مباريات بالنسبه لكل مدرب. معدل الاستحواذ 52% بالنسبه لريني فايلر و53% بالنسبه لموسيماني. معدل التمريرات الصحيحه 80% بالنسبه لفايلر و88% بالنسبه لموسيماني، يعني 347 ريني فايلر و465 موسيماني. ارقام فرق كبير في الارقام باين نتكلم عليه في الجزء الاول. المكسب والخساره مش هما مقياس بالنسبه لي، ان الاهلي المكسب والخساره المكسب ثابت عنده في يعني بكل الاشكال، يعني بكل ان هو بيأدي باي شكل، فهو بيلعب على المكسب. فممكن يكون المكسب مش هو التقييم الاول بالنسبه لي. التقييم الاول انا عايز اشتغل عليه ان هو الاهداف اللي دخلت فيك، الاهداف اللي دخلت مرموك الاثنين مفيش في اخر اربع ماتشات، ولكن ما قبل اربع ماتشات كان في اهداف دخلت فينا. مباريات الشناوي 8 اهداف في مرمى الموسم ده في الدوري، منهم اعتقد اربعه الدور الثاني او خمسه في مباراه الزمالك ومباراه الانتاج، واعتقد في مباراه كمان دخل فينا هدف، مش متذكر قوي. ولكن المردود الاعلى بقى هو نسبه الاستحواذ. نسبه الاستحواذ 52 53 نسبه 1%. بس لما نيجي نشوف بقى التمريرات قد ايه، التمريرات 347 465، يعني معدية 120 تمريرة. 120 تمريرة ده رقم كبير في الكورة. يعني ممكن تلاقي فرقة أصلا في المباراة عاملة 200 وحاجة. يعني أنت بتتكلمي في مباراة كاملة 90 دقيقة، فرق التمريرات معدي ال 120، يعني 118 تمريرة. فده رقم كبير برضه، بتتكلمي في نسبة أكتر من 25%. الحاجات دي بتدي مردود كبير جوه الملعب. بتدي استحواذ بيزيد، تمريرات لما تزيد استحواذ بيزيد، كم الجري بيقل، لان لما بتجري بالكوره غير لما بتجري من غير كوره. كم الكوره الطويله
اللي في ظهر المدافعين قل، لان الكره طول الوقت في رجليك وبتعمل استحواذ جيد. كمان في حاجه اتعملت مع موسيماني جيده، ان هو طول الوقت بيحاول يلعب يبني هجمه، بنايه الهجمه طول الوقت تحت الضغط او مفيش ضغط موجوده. كان في ضغط في مباراه الوداد في الوداد وكان في تحضير كويس، مباراه بيراميدز كان في ضغط عالي من بدايه المباراه وبالذات كمان واحنا ناقصين وكان في تحضير جيد. فدي برضو من الحاجات اللي اختلفت شويه عن فايلر، ان فايلر كان شويه كور طويله. لو شفنا ان الشناوي عمل اثنين او ثلاثه اسيست مع فايلر من كور طويله، وكان كل الشغل كان فيه شويه حاجات طويله من عند الشناوي. فده برضو الحاجات اللي فرقت مع موسيماني. بالنسبه للشناوي وفكره انه 8 اهداف بس في الدوري، وطبعا تالق بشكل كبير قوي يا كابتن عادل مع النادي الاهلي، كنا بنقول بس ما دخلش غير وقت مباراه الزمالك والانتاج الحربي، وفي مباراه ثالثه لو يفكرونا انا متهيالي اسوان ممكن يكون 4 او ممكن يكون 4 اهداف بس. يعني بشكل عام تألق الشناوي الموسم ده، والحقيقه المجهود الكبير اللي عامله ميشيل يانكو مع الحراس المرمى، شفت ده ازاي؟ لا الشناوي يعني لو جيت اخترت احسن لاعب في الدوري او احسن لاعب في النادي الاهلي السيزون ده هتلاقي الشناوي. يعني الشناوي مقارنه باللعيبه اللي موجوده، لا يعني هو في ال11 هيدخل ان هو من لعيب عنصر مؤثر، فبالتالي ممكن اختار احسن لعيب في الفرقه. في لعيبه بتأدي بشكل كويس، ولكن الشناوي في مباريات لا يعني اداؤه اثر على شكل النتيجه. مباراه صد فيها ضرب، يعني اعتقد هو صد 3 ضربات جزاء بعد الكورونا. مباراه الوداد الاثنين اثر فيهم بشكل كويس. مباراه سان داونز، مباراه سان داونز في جنوب افريقيا بعد الهدف اللي احنا سجلناه شال انفراد تاريخي لسيرينو. كان في كوره ثابته اتلعبت واتحطت من ورا الديفنس وهو شالها، وكانت النتيجه دي كانت عدى نتيجه المباراه تماما. كان بدل 1-0 هتفضل هتلاقي قبل الهدف مباشره، يعني كنت هتدخلي في منطقه تانية خالص. فدي برده حته مش كل الناس فاكره الكوره دي، بس الكوره دي كوره مؤثره. زي ما نوير كان العامل الاساسي لبايرن ميونخ انه يفوز ببطوله اوروبا بالشامبيونز ليج الاوروبي، انا شايف ان الشناوي ان شاء الله يبقى ليه دور في ان هو النادي الاهلي يتوج بالبطوله. ادى بشكل كويس جدا، اكيد في تطور كبير جدا مع مدرب الحراس، في حاله عاملها بشكل كويس برده بيتعامل فيها بشكل كويس. اعتقد العنصر الوحيد المختلف في جهاز فايلر في طريقه التعامل كان هو شويه نفسيا اكتر مع الاجوال، وكان متداخل مع الاجوال اكتر بحكم جنسيته مختلفه شويه عن الباقيين. فانا شايف ان لا الشناوي تطور رهيب بعد كمان اخر سنتين. وخلينا برضو نتفق ان الحراس المرمى ما بعد ال 30 بيدوا احسن عطاء ليهم. لو جينا نتكلم عن الحضري كان بدايه تألقه كانت 2006، كان بيأدي ماتشات كويسه قبل 2006، ولكن اكتر وقت الحضري تألق فيه ما بعد 2006، ما بعد ال 31 وال 32 سنه. في اماكن في الملعب لما كل ما بتقدم كل ما بتحلو، كل ما بتديكي احسن مردود. حارس المرمى، راس الحربه، صانع اللعب، الناس اللي هم عندهم الحلول طول الوقت، لما بياخد كم خبرات كتيره بيديكي احسن مردود وبيديكي احسن معدلات. فالشناوي ما بعد ال 30 تألق، كان عنده كذا محطه في حياته عدى بيها، اعتقد فرق معاه جدا في الخبرات، وهو ده حارس المرمى خبرات كتير. حتى لو حارس صغير ما بيديش برضو احسن حاجه لو حارس مميز وهو صغير، بس ما بعد يعني لما يوصل لمرحله الثلاثينات دي هي اكتر مرحله فيها عطاء للحراس. ده بالنسبه لي في مصر، طول عمرنا في مصر انا شايف ان الحراس ما بعد الفترة دي هي أكتر مرحلة النضج عند اللعيبة في العموم. يعني أكيد عشان كنا بنقول الأهداف اللي دخلت في مرمى الأهلي كان 3 أهداف الزمالك، هدف الإنتاج الحربي وهدف سموحة وهدف أسوان بالزبط. وهدف اف سي مصر. لازم أروح مع حضرتك قبل طبعا ما نختم للمنتخب، وإحنا عندنا ماتشين مهمين جدا مع توجو، وطبعا يعني موقفنا في المجموعة يعني احنا تعادلنا مع كينيا وجزر القمر ومحتاجين نكسب المباراتين دول طبعا بشكل كبير. شايف ازاي طبعا القائمه النهائيه بالنسبه للكابتن حسام البدري اللي اعلن عنها، وشايف المباراتين دول المفروض يبقى شكلهم عامل ازاي، محتاجين ايه بالظبط عشان نقدر نفوز بمباراتين توجو؟ لا هو المكسب لا بديل عنه ان احنا نعوض اللي فاتت. طبعا المجموعه بتاعتنا مجموعه يعني مستواها متواضع جدا بالنسبه، ومع ذلك برضو احنا موقفنا لسه خلينا نتفق برضو ان الفتره اللي تولى فيها كابتن حسام كانت فتره برضو مش سهله. خلينا نتفق على ده، ولكن انا شايف الاختيارات المره دي شويه فيها يعني شبه مكتملة، مش مكتملة جدا، لسه في بعض العناصر، ولكن شبه مكتملة. الأداء اللعيبة اللي موجودة
أدائها إلى حد كبير في الثلاث فرق، إذا كان بيراميدز الأهلي الزمالك بيراميدز ومع اللعيبة الدوليين، لا هي يعني هيدوا شكل بشكل كويس. اللعيبه اللي موجوده في اللي اختارهم دلوقتي كلهم رجليهم موجوده في الملعب، كلهم لعيبه معظمهم 90% منهم لعيبه موجوده في بيلعبوا في بطوله افريقيا او في الكونفدراليه، فدول اجهز لعيبه دلوقتي موجودين في مصر مع المحترفين، ان شاء الله يادوا بشكل كويس وان شاء الله يعني مردود كويس ونرجع منتخب مصر على الطريق الصحيح يعني ان شاء الله. ونبقى بنحتفل قريب بمنتخب مصر وكمان ببطوله افريقيا ان شاء الله. نورتني يا كابتن عادل، ميرسي جدا لحضرتك. شكرا ليك، وبشكر حضراتكم كمان على المتابعه. بكره حلقه جديده من برنامج السادسه.